اخوتي شوف راه هاد البحر هذا ما معاش اللعب، سيروا الله يسهل عليكم قراو ديروا شي حاجه. انت حنا فوق الماء ها هو الباط اللي كنتي كتقولي بغيت نركب فيه. ارتاحي ارتاحي اللهم هذيك الحمية يا ربي حنا ونشكرك يا ربي. الله الا شفتو بحال اللي هذا. شي هاش شو 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 الماش. واش الحباب اليوم فيديو خفيف ظريف غادي نحاول ما نطولش فيه، علاش؟ لانه الوليده فوق من نهار جات لعندي هنايا، عندنا واحد الباطويش بحال هذوك ديال الصبليون اللي كيبقاو يمشيو من طنجه لاسبانيا وعارفاهم، ومن ديما كتشوفهم تيقول شوف سبحان الله كبار وكيزيدو بزاف طنوبيلات، وحنا عندنا هنا قريبا كيبقاو يقطعونا الجزيرات، فلذلك غادي نحاول نديها باش تشوف كيفاش ذاك الباطو كيقطع من جزيره لجزيره بحال الشكل ديال طنجه لاسبانيا. وهي الوليده عرفتي راه متحمسه وخايفه في نفس الوقت كتقول عندك يمشي طاح بينا ذاك الباط. امي كتعرفي تعومي بعدا؟ اه انت راه لابسه هذه ديال الماء هذيك اه ولكن الا طاح بينا ذاك الباطو خاصك تعرفي تعومي. الباطو واخا كيطيح راه ما بعادينش حنايا، غنضربو دغيا بالكرو تقدربي بيدك بحال هكايا راه غتقطعي. لا لا ودي الله اه لا طريق السلام بشوي 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 واش دا؟ صافي. اليوم غتشوفي داك الباطو اللي ديما كتقولي كنشوفيه من بعيد في التلفازه كيفاش كيطلعوا الطنوبيلات ياك؟ كنشوفو في التلفازه كاين بزاف ديال الطنوبيلات سبحان الله ربي لا حتى نشوفو نجيو ان شاء الله. الاخوان هاد البلاصه هاد المدينه هادي سميتها ادمندز، هنا فين كنخلصوا ديال الباطو راه فين كتخلص. شحال هادي كنت ركبت مره واحده صراحه، حيتاش ديك البلاصه كتمشي غير كاين الناس اللي ساكنين تما ولا كتمشي تساره وصافي. سو كاين بلايص اخرين كنمشي نتسارى، ولكن بالنسبه لهاد الوقيته هادي غير على حساب امي كنخلصو هنايا وقيله 12 دولار حتى 15 دولار. المهم انا نخلص وغادي نشوفو. اخوان انا كنسحبني 12 15 دولار صح، انا كيحسبوا الواحد شحال من واحد غادي يركب. فالمهم كيف كتشوفوا تقريبا قول 27 دولار اللي هي تقريبا 5400 ريال. ها انت امي دابا راه شادين النوبه باش غنمشيو نركبو في الباط. اش بالك فهادشي كيعرفوا كيدخلوا الفلوس. عرفتي الاخوان عندنا واحد الزهر لا يا سلام، هنا مولف الناس كيجلسوا شي مره حتى ساعه كيتسناو 40 دقيقه، حنا غير وقفنا صافي حنا غادي للباطو. راه المهم غادي نتسناو نتسناو يدوزوا هادوك باش نمشيو حنايا. دابا هادوك هما كيقطعوا باش كيمشيو ليها باش يمشيو وحنا باش يجيو. ها انت دابا غادي تركبي دابا في الباطو امي. انت غتركبي في الباط. الحمد لله ربي طولنا عمر حتى شفنا كنا نشوفوا التلفازه هادشي. امي انت ركبتي في الطيارات هما وضربتي السوايع في السما ولكن الباطو اللي باغي نجربيه. دابا راه كتعرفي تعومي امي؟ دابا راه حنا دخلنا للبحر، راه حنا دابا راه داخلين للبحر. ولهي فين كنا البارحه؟ ليا فين تنمشي نجلسو شي مرات ولا كندوز. عرفتي خايفه قالك الباطو اللي يتقلب، انا نقول شتي فور قلب الباطو لك انت يا راجل. نقولها له. شوفي الطنوبيله غادي احنا داخلين الباطو بحال غادي نمشي قنطره. دابا راه كيبقى ينظم تيقول لك منين دوزي ومنين ما دوزيش. دابا راه خاصنا نوقفو هنايا. دايرين طرقان فيه بزاف. شوفي بحال كازا ها انت شي احنا غادي نبلاصيو وغنمشيو نتمشاو على رجلينا من الليل. ها؟ المنطق. راه فوق الماء احنا. انت احنا فوق الماء ها هو الباطو اللي كنتي كتقولي بغيت نركب فيه. راكبين كيفاش راكبين هو الماء؟ ها هما راه فين تنجلسو حنايا؟ راه فين تنوقفو؟ وهذا هو ال شوفي البرك، شوفي البرك عايش، شوفي البرك عايش مالو ميت. انت دابا هو غيمشي بينا الباط، امي دابا راه طحنا شوفي غتنقزي الطروبيل راه خليتها ليا. الاخوان المهم الطروبيلات كيتستفو هنايا، كل واحد يستف. الناس كيكسو في الطروبيل ولكن اللي كيبغي يخرج من الطروبيل ويجي لهنايا هانية. الناس كيف كتشوفوها هما في الطروبيلات مستفين جالسين، هادو بقاوش ما كيمشيو ويجيو ما كيخرجوش يشوفو. انا دابا غير انت حيتاش اول مره كتخرجي تشوفي هادشي. الطنوبيل راه هي عندي ليا الناس كاع ما خايفين
علاش كيخافوا؟ ها انتم عندنا ماشي باطو بحال هذا في مكناس. ايوا البحر الا مشيتي حتى لكازا غتشوف. تخيلوا معايا الاخوان كل ما كندوز من لهنايا حيت عندنا الولايه فيها البحر بزاف الويدان وكيكونوا باطويات وديما كندوز نبقى نشوفها كتشوف تشكوك شو الباطو راه الباطو راه كنت كنتمنى باغا تشوف غير كيفاش الباطو تيكون شو سبحان الله. شو عرفتي منين راه مازال ما تحركش بين الباطو ومازال غير شو سبحان الله الماشي هذيك شو الى سلام عليكم الله خرجوا والديكم تهلاو فيهم اصاحبي كاينه ولا لا؟ يلا دعي معنا ودعي مع امامي الله يسهل عليهم الله يسترهم الله يسهل على وليداتنا. ها هو غادي ها هو غادي كيتمشى ها هو غادي صديقه شوفهم شوف هادو غاديين ولا غير كيتوا غادي كيفاش هادو غاديين هذا راه الباطو اللي محرك قلت لك واش الساريات حتى هما غاديين الا ما غاديين شوم هذوك راه الساريات هذو كيبقاو يعاونوا الباطو الا زلق ولا شي حاجه او ما راه كاين الجلد تيكون هنا ها هو الا قاص الباطو ولا شي حاجه شي خدمه كيدايره شي هو شي خدمه كيدايره شي واخا كيقيس داكشي ما شنو قلتي لهم هادشي ديالنا هادشي ديال نصارى هادشي ديال نصارى ولا شكون اللي صاوبوه المغاربه قلت لك واش هادشي ديال النصارى هما اللي صلحوه لا شكون اللي صلحوه امي بحال اللي راه كتصلح صافي امي دابا راه هاج علينا البحر ها هو غيتقلب شو 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 الموج شو الموج الله يستر الله يستر الله الا شتو بحال اللي هاج اه شي هاج شو 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 الموج دير قولي تسليم قولي تسليم امي ديري تسليم عندك مساكن الولاد تيحرقوها هكا ما تيحرقوش هنا ولكن مساكن تا هما اللي حرقوا داك الشيء اللي يرحموا اللي ماتوا الله يرحمهم اخوتي شوف راه هاد البحر هذا ما معاش اللعب سيروا الله يسهل عليكم قراو ديروا شي حاجه شوفوا البحر شو الوالده كتقول لكم لا ولادي ما تمشيوش للبحر لا ما تمشيوش راه كاين اللي مسكين كيقص السيمانه مسكين في البحر والتليفونات واش هذاك الكلاب ديال اللي مره ياكلو ماشي بالراسه شنو قلتي شنو قلتي هذا في صورتك؟ تحية للماء والباطو غادي غادي بلا تقرقي بلا صداع بلا والو قلت تحية للماء وتقرقي والباطو تقرقي بلا صداع لا لا زحام لا والو ما كرهتيش امي ما نوصلوش عجبك الحالة؟ المهم الاخوان راه هو التيرمينال ديالو غادي يوصل دابا سمي يلا رجعوا للطانوبيل نرجعوا للطانوبيل وين يحسك شنو غنمشيو تما وغنمشيو حنا واحد الجزيره غنشوفوها راه غادي نساري شكون اللي غيردنا راه هذا كيمشي ويجي تا تسالي بالعشيه ولا بالليل وغنركبو في باطو اخر عاوتاني هذا النيت ولا كيمشي هذا حتى الليل راه كيمشي ويجي لا دابا غنمشيو اختي اللي خلينا تما لا ايوا شنو قالوا بيا فينا خصنا نمشيو نشوفو الطروبيل ديالك كيفاش الطروبيل جايه معانا راه هي محطوطة طروبيل ديال ليها واش نسيتي؟ ما فهمتش هذه وركبوا فيها فين غنمشيو غادي ننزلوا تما في ديك الجزيرة خوتي هذه دابا جزيرة بوحدها غنمشيو هذه دابا جزيرة غنركبوا ولا غنمشيو نتساراو بالليل وغنرجعوا في باطو اخر عاود كيفاش كتميز الولاية ديالنا ديال واشنطن ستيت اننا عندنا جزر يعني البحر داخل في وسط المدن وكذا فداكشي علاش كنقطعوا بالباطو باش نمشيو كاين الناس هنا اللي ساكنين هنايا وكيخدموا عندنا وكيقطعوا بالباطو ديما اول حاجه صقير وما كتسمع والو كان الفرخ ما كاينش واو هاي حتى الفرخ ما كاينش عرفتي كتحس براسك بحال اللي خشوك فشي قرعه وسدوا عليك واو لا صقير المهم هذا البارك هذا شفتو في جوجل قلبت عليه زوين بزاف عنده ريفيوز بزاف زوينين وكيطلع على البحر سو غادي نشوفو الا عجبنا غنرجعو خاصنا نخلصو 10 دولار الا ما عجبناش داك الشيء غنتحركو شي بلاصه اخرى شوفي الكراسه صقير زيد امي شنو اخر عاوتاني صقير
والنقا ياك النقا والهدوء والشجر نقي راه مصباح كتقول لي النقا داكشي علاش فكرتها كتقول لي شوف سبحان الله شوف ما كرهتش كتقول كل ساعه ما كرهتش انا البلاد ديالك وكانت بحال هكا قالت لي شوف سبحان الله وحتى الحوايج ما كيتوسخوش كيفاش امي تلا راه لابس برديلا بيضا ما كنتغيسوش قالت لي واه كيفاش هادشي عندكم تا الغيس ما كيغيش كيفاش هادشي في شكل امي هادشي شكل هادشي والله ما كيتوسخ كاع ما كاين لا المغرب هي ما عرفتي نقول كي داير سفيان تما كي داير ساعات قلبي فراح وتحل الغربه ما كاين مشكل مره نجيو مره على التليفون حتى يفوجوا علينا ارتحيتي دابا فاش شتيني فين عايشه الحمد لله ارتحيت الله يسهل على وليداتنا وليدات الجميع كانت مخلوعه كانت كتقول لي كي دايره دميريكان واش كتاكل واش كتلبس واش كتشرب يسهل على الراس دابا قالت لي والله الا قلبي الله ارتحيت امك دابا عاد ارتحيتي ارتحيت اللهم هذيك الحمد يا ربي حنا وشكرناك يا ربي يا ربي حنا كثرنا لك الحمد ارتحت 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 والله عرفتي باش تشوف الوليده ديالك كتجي من المغرب وكتشوف بلادات الناس بحال هكا كيفاش كيخدموا بلادهم كيفاش كيتهلاو فيها كيفاش كينظموها كيفاش كيخسروا فلوس وكيعطيوك الامان وكل شيء سمعتي الراس قالت عاد قلبي ارتاح كنت يوم الصباح ديري اللايف لما كنتش داخل عندي الانستغرام دخل عندي الانستغرام انا كنت نسى بزاف درت واحد اللايف عرفتي المضحك والافاده والنشاط شوفي كي دايره الدنيا قلت يلا دابا كنتينا تحركنا بدا كيجينا الجوع غادي نمشيو نشوفوا الوالده خاصها وقلت هي شي نشوفوا شي برجر ولا شي بيتزا نشوفوا شنو عندهم هنا في التاون هذا تعرفوا انه هاد البلاصه اللي جيت ليها انا والوالده راه اي واحد تاون جاي في واحد الجزيره بعيده شويه على المدن الكبار لانين اللي فيهم ريستورات كنت كنقول بلي تقدر تكون شي ريستورات زوينه حتى هذيك البلاصه ولا حد البلاصه اللي كنتو شفتو فيها سعادي للاسف ما كاينش ولكن الحاجه الوحيده اللي كتعجبني بزاف هنايا وبغيت الوالد تجربها خصوصا ان الفريد ديالهم ديال واحد المغرب هو فايف جايز كنت باغي ندير ريستوره ولكن للاسف ما المهم ما ضربتش الحساب انني نقدر ما نلقاش صعوبه باش نلقى ريستوره في هاد التاونز اللي تيكون هاد الجزيره الصغار رضا امي انا عاوتاني ها بصحه امي ما كان غير لحم الخنزير الخوت راه ما كاين خنزير لا والو راه طبيعه الحال هادشي كفته ديال البيف وما لقيناش كيف قلنا لكم سو الحمد لله راه مازال ام عامره تاكلي وتشبعي وزيدي اخوان الوالده عجبها بزاف البرجر ما كيف قلت لكم هادي واحد تاون جزيره صغيره غنحط لكم شي بي اس في كاينه ناس دراوش اغلبيه تيكونوا وايت بيبل يعني الناس البويض اللي تزادوا هنا ولاد هنا لان واحد البلاصه يعني تنبان بحال دابا انا مشعري كحل وكاي وداكشي كنبان بلي ماشي من هنا يعني باين الناس كيعرفوا بعضياتهم حتى ونزون الويد راه عجبها الحاله شدوا الباطو عاوتاني باش نقطعوا الهيا ما كاين غير الباطويات اليوم غنمشيو عاوتاني للباطو الواليد عزيز عليا الباطو عرفتي راه فرحات بزاف اليوم واحد اخوان طلعت الوالده حتى السطح ديال الباطو اجي فين غادي تخلعت غادي نمشيو هو مشي هنا الباطو اجي واخوتي واو انت الوالده شوف انت انتما اخوتي زاف شوف البحر قد ايش شوف قلت لك انا ري الطوخه امي شتي سيدك الروي تذكروا اخوتي العزاز الحمد لله على السلامه وصلنا ما تنساوش تدخلوا عندي بارطاجيو الفيديو بليز بارطاجيو صافي ممكن بارطاجيو تشجع بارطاجيو صافي بارطاجيو وطاقيو صحابكم في الكومنتيرات طاقيو صحابكم والحمد لله داز خريجه زوينه عالميه ضحكنا وتقشبنا بزاف داز واحد مساريه سلام قشني صقت يلا وصلت للدار فالوالدة على السلامة بخير على خير امي كي جاتك مسارية الحوت مع كلش سارينا يلا الحمد لله العقبال شي حجة الله يرضى عليك ان شاء الله امين يسترك يا ولد المرضى شكرا لكم بزاف والله يسهل عليكم ونشوفكم في فيديو اخر راكم راضيين اجمل حاجة خاصك تسمع يلا بيس الله